بعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار مشوار وبعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار حكاية من سالف أزمان فيها الفن ألوان ألوان حكاية من سالف أزمان فيها الفن ألوان ألوان بتحكي عن أصل الفكرة عن ماضي ويمكن بكرة بتحكي عن أصل الفكرة عن ماضي ويمكن بكرة شو اللي كان وشو اللي صار وبعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار حكاية بتحكي عن أجيال صاروا مضرب للأمثال حكاية بتحكي عن أجيال صاروا مضرب للأمثال اسم مسجل بالتاريخ ذكرى جديدة وما بتشيل اسم مسجل بالتاريخ ذكرى جديدة وما بتشيل أصل حكايتنا أفكار وبعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ما بتحكي أسرار وين راح الدكتور؟ يعني لأنه جاري وصاحبي ينقعني هون وبدون ما يغزني إبرة؟ إيه؟ كنا زمان نخوف الصغار بالدكتور نقول لهم بيجي يغزكوا إبرة وأنا جاي برجلي عشان يغزني إبرة الله لولا إنه صاحبي لا غيره يا هلا بالجار أهلين أبو سامي لا تقول لي يا جار قل لي يا مريض لا أنت جار وصديق وعزيز كمان مدام هيك الموضوع اثبت هالحكي وغزني إبرة هيك من الباب للطاقة بدون ما أفحصك من هالناحية ما يكون لك فكرة فحصت حالي قبل ما أجي أها وشو طلع عندك؟ طلع عندي يا سيدي شوية التهابات بالمعدة والطرف رشح بسيط يعني إبرة بتقوم بالمهمة لا والله سلامات طيب نام خليني أفحصك قال يفحصني قال يا دكتور أي أنا قد ما مرضت صرت دكتور وأنا يا أبو سامي قد ما شفتك هون أنا اللي صرت مريض إيه طب تعال نام خلينا نفحصك وبعدين معك نام خليني أشوف شغلي يا سلامات سلامات إيه نسيت الضغط شو متبع لي لا ما نسيته كل شي بوقته يعني ما بدي تحويل على المستشفى لا ما بدها مستشفى معك شوي تلبك معدة من عشان بارح لا تجيب لي سيرة عشان بارح الله يخليك شغلة ما حصلتش طبعا شغلة ما حصلتش ما انت خبصت بالأكل ونبهتك وبعدنا ننبهك وانت ما رديت ايه انت وعدنان مش اكيله والله يعني رجوليه بالاكل هي إيه معلوم رجوليه بالاكل شوف يا دكتور كل صحن موجود على الطاوله لازم نذوق منه يا ابو سامي اذا الاكل ببلاش معدتك مش ببلاش خلينا نرجع لحالتك ها هيك قلتها عندي حاله وبعدين معك وعلى فكره ما راح اكتب لك على دواء ليش ما بدك تكتب لي دواء يا دكتور لانه الدواء اللي بدك اكتب لك اياه عندك بالبيت منه ايه زيادة الخير خيرين الا بالدواء يا ابو سامي اي صار عندك بالبيت صيدلية يعني يا دكتور حاسديني على 10-20 كيس دواء Thank you.
اليوم يوم الخدمة الذاتية. شو رأيك بهالفكرة؟ حلوة ولكن. شو هذه حلوة ولكن؟ مش هيك بقولوا المثقفين والسياسيين بالبلد؟ هيك، بس احنا بالبيت نحكي على المشبرح. تيجي نحكي عربي فصحى بالبيت؟ ام عدنان، ام عدنان مالك انتي؟ احنا لا بنحكي لا صيني ولا انجليزي، بس منحكي مشبرح. لا تلفي ولا تدوري. قولي لي، شو رأيك بفكرة help yourself؟ وشو هاي الكلمة اللي حكيتها برضو بالمشبرح؟ هذه يا ستي معناها اخدم نفسك بنفسك. على الجهتين لسانك معوج، انا قلت خدمة ذاتية. هسا يا معدنان لا تحنبليها، قولي لي شو رأيك بفكرة الخدمة الذاتية؟ منيحة، بس الواحد حلو يلاقي اللي بحبه يخدمه خاصة بالبيت. كلامك صحيح صحيح صحيح، لكن يا ستي نعملها يوم بالسنة. انت الظاهر تأثرت باليوم الطبي المجاني. بس هذا مربط الفرس. بصراحة يا معدنان أنا فكرة اليوم الطبي المجاني عجبتني. وعشان هيك بدك تعمل يوم خدمة ذاتية في البيت ويوم عمل كامل للرجال في البيت. يلا شد الهمة وأنا معاك بهالفكرة. وإمتى ناوي تفتح عيادة؟ ضلت مسخري، بكرة بتشوفي. أشوف إيش يا رجل؟ لك شهرين عم تدرس. ويكونوا سنتين، العلم بده تضحية. العلم بده تضحية؟ أبو سامي، على فكرة الدكاترة بهالبلد أكثر من بياعين الخضرة. وهي أجاهم واحد زيادة. حبيبي، أنا بقول لو تصالح هيك الدكتور خالد وتكبر عقلاتك نتفه. هذا الدكتور خالد بالذات وبالتحديد اوعي تجيبي لي سيرته، قلبي هيك مليان عليه. ليش؟ الزلمة ما عمل لك شي غلط. انت بتدافع عنه عشان مرته صاحبتك. لا انا بدافع عنه عشانه مش غلطان. يعني جوزك على خطأ. نعم انت على خطأ، حدا بياخد معاه هاند باج كبيرة وبيروح بيعبي ادوية فيها. يا بنت الناس، ما هو كان يوم طبي مجاني والدكتور جارنا وصاحبنا، وبعدين من العب للجيبة. أي عب وأي جيبة، هذا تبرع من الدكتور وزملائه للناس المحتاجة. أنا كل حال عيني بدرس وبكرة رح تشوفي وبفرجيهم. الرسم ألف. اسمع، لا والله ادرس زي ما بدك، بس تفضل اشرب القهوة بالأول. غلط بس تفضل اشرب قهوتك. اشرب. صحة وألف عافية. طب شو رأيك تاخذي لك معي كورسين صيفي وعلى حساب الموازي؟ اخ يا ابو عدنان، لازم الواحد يطلع من هالحال. يعني انت بدك الشعب كله يصير يسرح اكثر عشان يطلع من هالتوهان اللي هو فيه؟ مش قصدي، بس لا بس ولا نص، انت قصدك ابو سامي. صحيح، قصدي ابو سامي. ابو سامي يا سيدي اتاسف، والدليل انه عزمنا على العشاء الليلة. المشكلة انه مش ابو سامي. في غير ابو سامي؟ انا طبيب وبتمر علي حالات اهم من ابو سامي. خير، يا ريت انها توقف عند ابو سامي، كان المشكلة محلولة. يا رجل في ناس بتبادلوا بالدواء، صاروا الناس يتبادلوا بالدواء ويتعاملوا مع وزارة الصحة كأنها كسبة، بياخذوا دواء كأنه كسبة. ما هو كل شيء بلاش كثر منه. الله يقلل من امثالهم يا رب. بصراحة هلكونا بهالأفلام، بيعيدوا الفيلم 60 مرة. لا والدعايات، زهقونا بالدعايات كمان. ما بدي أنا أفتح تلفزيون خلص. المهم قوليلي كيف الكوافيرة اللي دليتك عليها؟
بتجنن، مبين عليها ايدها هيك يعني منيحة. شفتي؟ بتعرفي اني انا زبونتها قبل 20 سنة؟ شكرا لك اللي دلتيني عليها. عارفة هاي منال ايدها خضرة على القص، مش زي سهام اللي كنت تروحي عليها شلفقك كانت شلفقك. ايه هو انا بروح على كوافيرات ولا ابصر ايش يعني بالسنة مرة بس. اسمعي لما قص شعري عندها ابو سامي مش رح يعرفني. ابو سامي بده اعاده هيكله. يا ريت. او بقول انا يعملوا له سوفت وير، شو رايك؟ تعرف يا معدنان هلكني موضوع الادويه تبعه. عادي هيك يعني بطول نهاره حامل ادويه؟ والله حامل ادويه وبضيف الناس كمان. ايه زيه في كتير بالبلد. تعرفي المصيبه وين؟ الناس اصحابه بياخدوا منه الدواء ولا كانه في اشي. عادي تقولي يعني شوكولاته او بونبون ما فيش مشكله. بيشربوه ما فيش مشكله كمان. والله شيخه معقول واصله لهالدرجه بالناس؟ بتعرفي اخر مره شو صار؟ اصحابه لابو سامي جابوا له الدواء ضياف. وابو سامي بهيك اشي ما عنده مشاكل، على طول بيقبل ما بيوفر. المهم امتى تاخدي لي موعد مع هاي الكوافير؟ وقت ما بدك انت، بس شوفي امتى فاضيه وبنروح على طول. طلعي هدول هيك مدنب بده قص او اشي ما بعرف، لاني بس اشي ولو لحالي. شو رايك نغير لونه؟ لا حلو مش هيك في هدم، افتح شوي استني اتفرج، افتح درجه بس. يعني لازم افكر في عقليه طبيب، كيف الانسان يبدا يوم يبدأ يومه بنشاط شهيق زفير، شهيق زفير، هيك البني آدم ما بنجز من شكله على الصبح. وبعدين يعني الإنسان لازم يفكر في الموضوع. الدواء يا سلام، والله عندي أدوية يمكن مش موجودة عند 20 دكتور. طب لو الدكاترة يشوفوا الأدوية اللي عندي لا يطير ضبان مخهم. إيه قال احفظ الدواء في مكان آمن. أنا اللي بحفظ الدواء في مكان آمن. وين مكان آمن؟ يعني هذا الدواء يشكل رصيد مهم، رصيد. لو في بنوك للدواء كان يمكن أنا يكون لي أكبر رصيد أدوية بين الأطباء. رصيد؟ لا، وبحطهم رصيد توفير وما بسحب منهم إلا للضرورة. طيب احفظ الدواء في مكان آمن. وين مكان آمن؟ وين مكان آمن؟ مكان آمن الخزانة. أحسن شيء في الخزانة. هيك الواحد ضايع لو الخزانة إلها مفتاح بحطه في عبي وبرتاح. بس برضو هيك منيح إن شاء الله أم سامي ما تندل عليهم. بالله يا أبو عدنان شوف لي تاريخ الانتهاء، مش عارفة وينه. شو سلامتك يا عدنان؟ خير؟ لا ولا شيء، بس حاسه بشوية دوخة. أم عدنان عدم المؤاخذة يعني كل واحد بحس بدوخة بده ياخذ دواء؟ الظاهر عداك يا أبو سامي. لا عاداني ولا صالحني، كل الموضوع إني حاسه بشوية دوخة. شو هذا الدواء؟ دواء للدوخة وحدة بوحدة. وبتقولي ما عداك يا أبو سامي، شو هذه وحدة بوحدة؟ قصدي يعني إنه مضمون 100%. من وين اشتريتي هذا الدواء؟
بصراحة ما شريته، لقيته. لقيتيه وين؟ شفت أبو سامي بأخذ حبة منه لوجع الراس ونسيه. وين نسيه؟ هون عنا. هون؟ الله أكبر، كنا بواحد سرنا باثنين. مالك مالك، إيش في؟ ليش عصبت؟ كلامك اللي بخلينا أعصب. طب اهدى اهدى وروق. هات أشوف علبة الدواء. شو بدك فيها؟ بدي أشوف الاسم والنوع والتاريخ. إيه؟ هذا أنت اللي عداك أبو سامي، ما شاء الله صاير دكتور. لا يا ستي، أنا بدي أسأل دكتور عن جد. ألو طوارئ؟ آسف يا دكتور، غلبتك معي. الحمد لله على السلامة، ريح حالك وبعدين بنحكي. وانتي ساكتة كل هالمدة؟ بيقول لك الدكتور استريح. أنا ما برتاح إلا أقول كل اللي عندي. يا أبو سامي، أي واحد ممكن يغلط، بس مش أي واحد بتراجع عن غلطه. أنا بتراجع عن غلطي والتوبة عمري ما بعيدها. ربنا ربنا من فوق سترك، الحمد لله. والله ما نعرف شو بدي أقول لك يا أبو سامي. قول يا دكتور، قول قول قول. جهل، قول غبا، قول اللي بدك إياه. حاشاك، بس أنت واحد متعلم، مش عارف شو خليت للجهلة. خليت لهم شوية دواء في جيبة الدشداشة. حتى الدشداشة ما سلمت منك؟ عشان ما يقولوا إنه الدواء مش متوفر في كل مكان. الله يصلحك يا أبو سامي. إيه؟ إن هي أصلحني. بس ما بترجع أربعة جيد. ما قلت لي يا دكتور شو كان معاي لما أنا أخذت كمشة الأدوية؟ كان معك حموضة بالمعدة. أوف، عاد أنا طلع معاي إشي ثاني لما فحصت حالي. ما بدنا ترجع تفحص حالك مرة ثانية، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. والدواء هاد اتخلص منه. إيش؟ شو قلت؟ الدواء الدواء. ماله الدواء؟ ترى أحسن من الدواء ما فيه. يا أبو سامي، الدواء منيح للمرضى مش إلك. وين مخبي الدواء؟ بالخزانة يا دكتور، بخزانة توعي. ايه والله ما بتتأمني على سر. ماشي يا ابو سامي، لازم نتخلص من كل الدواء اللي عندك. يا دكتور يا دكتور، هاي نعمة، كيف اتخلص منها نعمة؟ دكتور انا عندي اقتراح، شو رأيك يعني لو تاخد هاي الادوية اللي جابها ابو سامي وتحطها عندك بالعيادة، تعطيها للي بيحتاج، دفع بلا عنا وعنك وعن ولادك. من بعد اليوم ما تأخذ دواء إلا باستشارتي. طيب دواء الحموضة منين أجيبه؟ يا سيدي أنا عطيته لأم سامي مع فوار كمان. بدي أسألك سؤال يا دكتور، هسا الناس زمان ما كانوا يحمضوا، قصدي ما كان يصير عندهم حموضة في المعدة؟ طبعا يا سيدي، كان عندهم علاج الحموضة قبل 3500 قبل الميلاد. تعلمت الخلطة يا بهرام؟ وحفظتها عن غيب يا سيرام، لأنها سهلة. هي سهلة هسا، بس صعبة بزمن قديم. لكن السومريين عرفوها قبل مدة مش بعيدة يعني. هذا الحكي صحيح، أطباء السومريين عرفوا دواء الحموضة من زمن مش بعيد، بس بتعرف قديش مضى عليهم وقت حتى عرفوه؟ أيام. قول سنين، أكثر من 100 سنة. أقول هالحكي. طيب ما الحليب موجود والنعنع موجود والكربونات موجودة. صحيح. هسا هذه الأعشاب كلها قدامك، تقدر تقول لي مين منها بضر ومين منها بفيد؟ طبعا بقول لك بالتجربة والتعديل. وهذا اللي صار مع الأطباء السومريين، بالتجربة يعرفوا أنه دواء الحموضة نعنع وحليب. طيب والناس اللي قبل السومريين كانوا يشتكوا من حموضة المعدة؟ أكيد،
لأنهم كانوا يأكلوا اللحم نية ما كانوا يطبخوها. طب ليش ما كانوا يطبخوها؟ لأنهم ما وظفوا النار في الطبخ. مدير مختبرات ميلز للأدوية. أهلا وسهلا، حكت لي السكرتيرة عنك، تفضل استريح. شكرا. صحيح إنها كل إعلاناتنا بنزلها عندكم، بس أنا مش جاي اليوم حتى أنزل أي إعلان. يا سيدي أهلا وسهلا فيك، شو ما كان السبب؟ يعني إحنا في معلومة وصلتنا بتقول إنه موظفين جريدكم فترة انتشار الإنفلونزا ما حدا منهم تغيب عن الجريدة. هذا الحكي صحيح وكويس انه الناس عرفت، بس يعني مش شايف انه في اشي غريب بالموضوع؟ وين الغرابة في الموضوع؟ اغلب موظفين ولاية ديانة الامريكية اتغيبوا عن وظائفهم بسبب الرشح. الشغلة بسيطة كتير كتير. طيب مدام بسيطة ممكن نعرف شو السر؟ أنا متعود مع الموظفين إنه أول يوم مرض أعطيهم جرعة من الأسبرين وبايكربونات الصودا. يعني صحيح الدوايين موجودين في السوق، بس ما حدا فكر قبل هيك إنه يجمعهم مع بعض. آه، في ناس فكروا قبلنا، قبل 3500 سنة قبل الميلاد السومريين فكروا يجمعوا بين الحليب والنعناع، مع إنه موجود بين إيدين الناس بالسوق. وأنا جربت. انت ما جربت، انت اخترعت. طيب اعطيني براءة الاختراع. ابعد الدواء عن متناول الاطفال. تعرف يا دكتور هاي الجملة ناقصة. شو اللي ناقص فيها؟ لازم يقولوا ابعد الدواء عن متناول الاطفال وابو سامي. مش مهم يعني نبعد الدواء عنك، المهم انت تبعد عن الدواء. شفت يا دكتور، لسه الدواء تحذير بتحذير. ما كان تحذير يا سيدي، كان كله تجريب. شو بتفرق؟ بتفرق كثير يا سيدي، طول عمر الإنسان بيجرب تيوصل للنتيجة. إيه، طب ما أنا جربت الدواء بحالي وما زبطت. ما بصير تجرب الدواء على حالك، في هناك مختصين هم اللي بيجربوا الدواء. يعني بفهم من الحكي إنه لسه بتجربوا. طبعا يا سيدي، الإنسان ابن البحث وابن التجريب. طيب الدكتور ما بغلط؟ ما في حدا ما بغلط. طيب يا أم سامي، أنا غلط ومنك السماح. وأنا مسامحتك، أنا بصراحة ما كنت زعلانة منك، أنا كنت خايفة عليك، وعشان هيك أنا بدي أصالحك. قلت لك أنا مش زعلانة. أنا مصر على المصالحة. يا أبو سامي لا تعقد الموضوع. وانت الثاني بدي اصالحك وغصب عنك. وبعدين على المصالحة. انا موافق انك تصالحني. وانا قابل يا سيدي. بدي اخيركم بين شغلتين بالمصالحة، بتختاروا واحدة. شو هن هالشغلتين؟ يا اما بهديكم كل واحد علبة دواء، يا اما باخذكم رحلة ترفيهية على صيدلية.